منطقة تتألف من 50 جزيرة من صنع الإنسان، بها مجموعة متنوعة من بحيرات المياه المالحة، تم بنائها بتصاميم هندسية استثنائية. منطقة جزر جميرة، جميرة آيلاندز، هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وياكم حسن فؤاد يحييكم من برنامج البحيرة الخارقة. تعتبر مدينة جزر جميرة الفريدة من نوعها مزيج رائع من الطبيعة الجميلة والتطور العمراني. هذه الجزر بها مناظر خلابة بلا مثيل. جزر جميرة هي منطقة سكنية فاخرة تتوسط قلب دبي. موقعها يكون بين أبراج بحيرات جميرة ودبي مارينا، وتبعد مسافة 10 دقائق من نخلة جميرة. المنطقة عبارة عن وحدات للتملك الحر، وهي موطن لمجموعة متنوعة من الفلل الرائعة. تتوفر بها أحواض للسباحة ومسارات مخصصة للركض وحدائق للتنزه مطلة على البحيرات. داخل أراضي جزر جميرة توجد فلل ومنازل مع حدائق ومسابح خاصة بها. المنطقة تستهوي العوائل الكبيرة بشكل خاص، أو الأشخاص اللي يحتاجون إلى غرف مخصصة للعمل والرياضة والترفيه. تتميز المواد الإنشائية المستخدمة بأعلى جودة وبمستوى عال من موثوقية البناء، والتصميم الداخلي للوحدات السكنية يصور الفخامة والتفرد. تنتشر في المنطقة مجموعة من أرقى المطاعم والكافيات. يوجد أكثر من 730 عقار عالي الرفاهية في جميع جزر جميرة، يرتقي إلى فئة 5 نجوم. ومثل ما تعرفون هذا البرنامج برعاية حسن هومس الاستشارات العقارية. إذا حابين يوصلكم جديدنا اشتركوا بحساباتنا وتابعونا بالحلقات القادمة.